أنا من إقامة ريزيدنس فلوريال. مع الأسف كنعاني من واحد المشكل اللي تنظن مشكل ولا معروف مشهور، لأنه دابا شي تقريبا 5 سنين وحنا كنعاني من هذا المشكل. هنا كاين إصلاحات ولكن كيداروا بواحد الطريقة اللي غير قانونية بالنسبة لشي مسائل وطريقة العنف، لأنه كاين مسطرة ضدنا في المحكمة. ربحنا في الابتدائية، دابا حنا في استئناف. الخبرة الأخرى بينات بينما العمارة صحيحة، ما عندها حتى شي مشكل، الشقق مزيانين نقيين، ورغم ذلك مالين الملك كيديروا شي مسائل اللي احنا ما غاديش نقبلوها. كيضغطوا، كاين واحد الضغط اللي شي واحد اخر يمكن غادي يسمح في كل شيء ويمشي في حاله. ضغط بسيكولوجي، لانه كتفيق بصداع مع 7 الصباح، كنفيقوا بصداع. كاين شي حوايج اللي ما كنفهموهمش. انا تقطع ليا، ما عندي لا ظلامة، كنخلص الواجبات ديالي كاملين. السواري هانت سيدي كيحفروا في السواري، لا فيبر اوبتيك 3 المرات وكتقطع، دونك لا ضو لا ما لا فيبر اوبتيك، شنو معناتها؟ غتخرجوا صحة، ما بغيتيوش تخرجوا، غنخرجوكم صحة. احنا ما قابلينش هادشي، احنا ما بغيناش هادشي في بلادنا. بداو اصلاحات، ولكن الاصلاحات ما مشاوش بواحد الطريقه قانونيه في الاول، وهاد الشانتي وقفوه 2 المرات لانه تعرضنا، والسلطه دارت خدمتها وداروا ايقاف الاشغال. مسطره راه في راه كاينه شي كيان سيد وكيل الملك، سيد وكيل الملك تابع هاد الشركه، عطاوهم فرصه باش يرجعوا المسائل، لانه هادشي اللي كيقول القانون، عطاوهم فرصه باش المسائل ترجع كيف كانت. ولكن سيدي راه ما كاين لا اصلاح لا والو. السيده هاد الصباح فاقت، جا المعلم قال ليها مدام الحلام راه خصك تمشي، راه غادي نريبوا غادي نتقبوا الحيط، وراه خصك راه الحيط راه غيريب عليك. كيفاش الحيط غادي يريب عليا؟ كيفاش على فين حنا؟ واش بلاد السيبه؟ فين حنا؟ ما يمكنش هاد الشيء، راه حنا ساكنين، وحنا ماشي ضد الاصلاحات، ولكن الاصلاحات بالقانون وبالاحترام. هاد الناس ملكهم، الله يكمل عليهم بالخير، ولكن عندهم التزامات، حنا راه عندنا عقود معاهم. واصلا هاد الاصلاحات راه ماشي ضروريه، راه المحكمه بينات بانما ماشي ضروريه، فهمتيني؟ كون كانت شي اصلاحات ضروريه حنا غادي نمشيو حنا، لانه حنا ما غاديش نغامروا بعمرنا. ولكن باش نوصلوا لهاد الوضعيه ديال العنف ونخرجوكم بالزز، راه ما يمكنش، وما غاديش احنا ما متقبلينش هاد الشيء، ما غنقبلوهش. تنطلبوا من المسؤولين باش يحميونا، لانه عطاو الرخصه باش تصلح هاد العماره. احنا ماشي ضد، لانه عماره تاريخيه، والخبرات كلهم بينوا بانما العماره مزيانه خصها اصلاحات خفيفه، ولكن ماشي تخريب. إلا كان تخريب خصنا الحماية. دونك الناس ساكنين مي كيكونوا دي ترافو بحال هاد الشكل، راه خصنا نحميو الناس. دونك خصنا نراقبوا هاد لي ترافو. خص مولات الملك خصها تحترم الناس، وخصها تحترم القانون، وخصها تحترم البلان، فهمتيني؟ اللي مرخص. حنا راه ماشي بلاد الفوضى، راه كاين مؤسسات في هاد البلاد. دونك حنا هادشي اللي كنطلبوا، القانون يظهر،
ويطبق ويحترموا الحقوق ديالنا. احنا كنقوموا بالواجبات ديالنا وبالالتزامات ديالنا، يحترمونا. ما يمكنش هادشي. شنو غنتسناو حتى العماره طيح؟ ما يمكنش. كل مره كنحبسوا، كل مره كنحبسوا، كل مره كنوقفوا. ما يمكنش.